كم واحد ضاع مستقبله بسببك؟ كم مظلمة نسيتها؟ كم يتيم اتشرد بسببك؟ كم واحد ظلمته؟ كم أرملة اتشردت بسببك؟ كم بيوت اتخربت؟ كم واحد فقد كل حياته بسببك؟ بسببك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عبرة. سبحان الله، بنت مسكينة، كان في رجل عبرة. الرجل ده من علية القوم، صاحب مركز كبير جدا جدا، وكان زوجته معاشة معاه عبرة. ومعاه بنت وولد. الرجل ده كان مفتري، كان ظالم إلى أبشع حدود، كان عنده قسوة في القلب يعني مش ممكن، يعني تحس إن قسوة في قلبه لو وزعت على أهل الأرض تغرق. الراجل ده مراته بقى اللي بتحكي، بتقول إحنا كنا عايشين في فيلا، وزوجي راح صاحب مركز مرموق جدا وكده، وكان عصبي جدا وما عندوش أخلاق بالمرة، وكنا إحنا الاتنين ظلمة على طول، أي خادمة ما بتستناش عندنا أكتر من شهر أو شهرين، من كتر التعذيب والضرب والحرمان والأذى اللي بنعمله، ما كناش بنخلي أي أسلوب من أساليب التعذيب إلا ما بيعملوا. بتقول في يوم من الأيام جه من بلديات هذا الزوج اللي هو صاحب مركز مرموق، من بلديات واحد غلبان، قال له يا سعادة الباشا، بنتي ديت عايزة تشتغل عندك، لأن إحنا مش لاقيين ناكل ولا نشرب، وأي مرتب إن شاء الله أي حاجة تديها لنا وكده نعيش بيها. قال له خلاص هشغلك كذا. قال له ماشي، وانا هاجي لك اول كل شهر، او ابعت لك حد ياخد الفلوس اول كل شهر. قال له ماشي. البنت يعني مسكينه عندها 12 سنه. طب يا بابا ما تسيبنيش، طب حرام، انا 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 ما اقدرش اعيش بعيد عن امي وعن ابويا، وحرام عليكم. راح سايبها ومشي. سابها ومشي. البنت يعني تتجرع غصص يعني الغربه، وبنت صغيره يعني هتسيب امها. وكان ليها اخ راح يشتغل في الاردن، فكان هو ده بالنسبه لها طوق الامل، ان ربنا يكرم يبقى اخويا يجي. وهو كان بيقول لها كده، بيقول لها حبيبتي يا ماجي ان شاء الله هغنيك عن الشغل في البيوت والكلام ده كله، وعايشك عيشه كريمه، وقعدك في الشقه، واجيب لك واجيب لك. كان هو ده الامل اللي عندها. المهم يقدر ربنا، قعدوا عذبوا فيها عذاب شديد جدا. الزوجه بتحكي بتقول كنا بنرمي عليها سلك 220 فولت ونكهربها، كنا بنعلقها في السقف، كنا بنربطها، بناكلها العيش البايت، الطبيخ الحمضان، في عز شهر طوبه كنا بنيمها على البلاط في المطبخ، وكنا بنعمل فيها كل انواع الاذى. هربت 6 مرات، وزوجي بسلطته ومركزه المرموق كان بيجيبها ثاني يوم، ثاني يوم كانت بتكون عنده. قال لما بتيجي طبعا كنا بنسلط عليها كل انواع العذاب التي لا تخطر على قلب بشر. والبنت يعني مسكينه، البنت بتقول ما رحتش بلدي الا مرتين. المرة الأولى لما سمعت خبر موت أخوها وهو جاي من الأردن فانقطع الأمل بالنسبة لها، والمرة الثانية لما ماتت أمها. بس هم دول المرتين اللي راحت فيهم البلد عشان تحضر جنازة أخوها، والمرة الثانية عشان تحضر جنازة أمها، وبعد كده ما راحتش. فضلوا يعذبوا فيها الظلمة دولت عذاب شديد جدا، لدرجة إن بدأت البنت البصر بتاعها يضعف لحظة بلحظة، مرة بمرة، شيء فشيء. بقت تروح تشتري لهم الحاجة، تلاقي الحاجة بايظة مش كويسة، تجيب ده مش لاقية، مش عارفة، فبقتش عارفة تعمل ايه. فبدأت الناس يشفقوا عليها، بقى هم يروحوا يشتروا لها الحاجة ويجيبوها لها ويتقدمها، وكل شوية هم ينهالوا عليها بالضرب والتعذيب و إلى أن عمي بصر. أول ما اتعمى بصر البنت دي رموها في الشارع. قالهاش خلاص بقى، خلاص هنعمل بقى ايه. البنت مشيت، فضلت بقى اللي خدها هنا واللي خدها هنا، حد ما وصلوها للدار يعني لعمي وكده، فقيد نعمه البصر وقعدت فيه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الكلام ده بعد سنوات طويله، البنت قضتها من وهي عندها 12 سنه لحد ما عندها 22 سنه، تحذيب 10 سنين في بيت هؤلاء الناس. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بنت الراجل ده كبرت وابنه كبر. الراجل نفسه طلع على المعاش، طبعا بعد ما كان صاحب مركز مرموق جدا بقى ملوش لازمه في الدنيا دي خالص، فاعصابه بقى واصل ملوش، ما عندوش اخلاق بقى، ما فيش خالص، بمره بقى نفسيته بايظه خالص. ابنه اتجوز بنت جميله جدا، لما كبر كده اتجوز بنت جميله ومش عارف ايه. المهم حملت البنت، وطبعا هي فرحانه وما شاء الله يبقى عندنا احفاد و ويقدر ربنا المفاجاه الاولى، ان البنت تولد ولد اعمى. طب ايه العلاقه بين الولد الاعمى وبين البنت الخادمه اللي قعدنا نعذب فيها لحد ما اتعمت؟ فقعدوا يفكروا، يا ترى هي دي قدام دي، ولو الولد خلف تاني برضه البنت هتطلع عمية ولا الابن يطلع اعمى؟ فبقوا عيني في حيره مش عارفين يعملوا ايه. زوجها صاحب المركز المرموق لما شاف الولد طلع اعمى جات له هستيريا، فودوه مستشفى الامراض النفسيه.
مهم الدكاترة كلموهم قالوا ما تخافوش ده موضوع مش وراثي ولا له علاقة بأي حاجة، ده قدر جات كده، لكن إن شاء الله بعد كده مش هيكون الموضوع ده خالص، وخلوهم عادي ونجيبه عادي مش مشكلة. بعد سنتين شجعوا ابنهم، معلش يا ابني ديك حصلت مره ومش عارفين، وفرحنا بقى يا ابني حبيبي ما بقاش في فرحه في حياتنا، حاول ربنا يكرمك يعني ربنا يرزقنا طفل ولا طفله كده تاني ان شاء الله تفرحنا. عيب عيب. وحملت البنت خلاص طلب موعد الوضع. عيب عيب. وكلهم حاطين ايدهم على قلبهم محدش عارف ايه اللي هيحصل. عيب عيب. جت لحظه الولاده ولدت البنت. عيب عيب. ولدت بنت جميله جدا. عيب عيب. وبداوا يسالوا الدكتور اخبار النظر ايه؟ قال زي الفل. عيب عيب. ففرحانين جدا. البنت طلعت بتفتح وشايفه اي نعم وكويسه زي الفل. عيب عيب. وبعد ست شهور اتعملت. كانت دي المأساة التانية. عيب عيب. فالام حست قعدت تراجع نفسها. عيب عيب. مش ممكن يكون اللي بيحصل ده كده اعتباطا. عيب عيب. مش ممكن يكون الموقف دوت كده. لا لا لا. ده اللي احنا عملناه مع البنت المسكينة ديت. العذاب اللي عذبناه لها. البنت اللي ما كانش ليها حد في الدنيا. اللي تيتمت بدري. اللي كان ليها اب قاسي. تاجر بيها. ورماها مقابل كام جنيه وصلوا لها اول كل شهر. لدرجة ان ما شافهاش الا مرتين في 10 سنين. ده عقاب من الله لنا. بدأت الام تخرج وتدور في كل مكان. في الاقسام، في المستشفيات، في دار مسنين، في دار مش عارف ايه، لحد ما لقيتها في دار المدفونين. ودخلت عليها حضانتها وقعدت تقبلها تقول لها سامحيني يا بنتي. مين حضرتك؟ انا فلانه. فلانه. فيعني البنت سبحان الله اول ما سمعت الاسم افتكرت كل العذاب اللي شافته في العشر سنين اللي فاتوا. فلانه اللي كانت بتعمل فيا كذا، فلانه اللي كانت بتكهربني، فلانه اللي كانت بتنامني على البلاط، فلانه اللي كانت بتاكلني عيش زايد، فلانه. البنت قعدت تفتكر شريط الذكريات واللي عيب عيب. افتكرت يوم ما مات اخوها، يوم ما ماتت امها، يوم ما ابوها رماها، يوم ما عملوا فيها، يوم ما كهربوها، يوم ما دمروا حياتها ومستقبلها، يوم ما رموها لما تعبت. فالام قالت لها مسامحاني يا بنتي، ورغم ده كله شوف القلب الابيض. قالت لها مسامحاني. خدتها معاها وقالت حبيت اكفر عن ذنوبي بان انا اربي البنت ديت مع ولاد ابني اللي هم كمان عمي، لعل وعسى تكون دي قدام دي وربنا يغفر لي وربنا يغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. عبرة 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 عبرة. ما مستحييت تعصيه.